بالمجان ميناء طرطوس يصبح للروس. مجلس الشعب التابع لميليشيا أسد أقر مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة اس تي جي الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس لمدة 49 عاما. بنود العقد تعكس حالة انصياع وتبعية ميليشيا أسد لموسكو التي قررت فأمرت فاستولت. العقد يتضمن إعفاء الجانب الروسي من الرسوم الجمركية عند إدخال الآلات والمعدات والمواد، وينطبق هذا الإعفاء أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات، وكذلك إعفائه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء المشروع، إضافة لوجود الكثير من البنود التي صاغتها روسيا على قياس مطامعها في سوريا، سيما وأنها بعيدة المدى خاصة في الاستثمارات الاقتصادية. حكومة ميليشيا أسد ادعت بأن العقد يدر عليها أرباحا في مجال الاستيراد والتصدير في محاولة منها للتخفيف من حدة الرأي العام في الشارع الذي تسيطر عليه الميليشيات الطائفية، والذي يعاني من عدة أزمات على رأسها الكهرباء والمحروقات، في وقت يسلم فيه بشار الأسد البلد ومقدراتها على طبق من ذهب للاحتلال الروسي مقابل بقائه في السلطة واستمرار جرائمه بحق السوريين.